شبكة صباح جاي لمحت قال قريب كلش قريب عليك هو لقطة بالبداية تحية لحبيبي وأخوي ماجد ياسين الكبير بس جاتر اللي أسس اللي أسس لون جديد للفحكة العراقية بسنة التسعين حتفيدك تتير تتير رجعنا الفنان الكبير خليل إبراهيم خلينا نشوف أبو طيبة قال يا الله صدق تحب تموت عليه أنت يلا بس قال تحب تموت عليه يعني عرفه رجال والله ايش تحكي يعني أول ترى راح يسأل مطرب لا ممثل 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 جيل بدأ بالضبط ثمانينات سبعينات نهاية سبعينات نهاية سبعينات يعني بداية ثمانينات سبعينات بدأ بالسبعينات عربي عراقي حلو عربي عربي اي عربي مو عراقي لا مو عراقي لا مصري من بين شاور العرب الامارات خليجي جوز وانت اساعده لا مو خصم هذا بكيفه يحكي احنا عائله وحده والله لا تخلني اقول لك منه يلا اخوي ممثل مصري معروف جدا زين دقيقة احمد زكي الله صدق والله لا ليش هذا اخوان بس انا جاوب بس خلينا نشوف هو عرفته من قفا والله العظيم ممثل صباح قال لي تحبه كلش انا عالنها بالتلفزيون احمد زكي عندي انا اعرف بك تحبه وانت مثلا ام عدت لي اياها بس باوعت باوع هسه منها من عرفت احمد الفقر مالته احمد زكي فباوعت على موضوع الشعر اذا مكنكر مكعكر احمد زكي زين هاي كلها بتشفه والمؤلف الممثل المؤلف شلون جاب لك الصوره قبل عليه مصري انتوا اعطيتوني الموضوع لا بس اسمحوا لي انتوا فار ما يفيد وياكم